محسن سرحان عايز تعمل ايه مع فيلانس؟ لا ديفينتلي لازم نقعد نتكلم حتى بكره يعني، لان احنا لو انتم طبعا مهتمين، لان زي ما قلت لك احنا مئات الالاف من الناس بنحتاج ان احنا نعمل عليهم كي واي سي. لو احنا ان اوتوميت بالبلاتفورم بتاعكم دي هتبقى حاجه بالنسبه لنا يعني تودينا سنين طويله لقدام. بيرفكت. بكره عندك ميعاد فيلانس مع بنك الطعام مع الاستاذ محسن سرحان، ودي يعني شراكه جديده صدقني، حتى لو مش موجوده من البرنامج فالبرنامج فتح لك الفرصه. شكرا شكرا فيلانس، شكرا.